الآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم أبطال أكتوبر. لواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد من المشاة رئيس شعبة العمليات بالجيش الثالث الميداني برتبة عميد أركان حرب أثناء حرب أكتوبر، إعداد خطط العبور وتأمين المعابر ورؤوس الكباري بنطاق الجيش الثالث الميداني. الأرض وبتنفس وفي قلب النبض لا يمكن شمسك يوم هتغيب، وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني، أنا منك طول الوقت قريب، مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيا وفي وسط العتمة وسط الضربة أنا باب مفتوح، وزوال الليل هكتبه للنهار. لو يوم هتحس وقت الضعف كلك ده روحي توسدي صد الخوف، مش هقبل اشوف عيونك دم صعب العشر هقيد ومشم، وبكره هنقلب اي ظروف، مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح ومعاكي هروح المشوار، وفي وسط العتمة وسط الضلمة أنا باب مفتوح، وزواج الليل هقلبه لنهار، مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيا الروح ومعاكي هروح آخر المشوار. وش الأرض وبتنفس وفي قلب النبض لا يمكن شمسك يوم هتغيب، وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني، أنا منك طول الوقت قريب. لواء أركان حرب محمود محمد محمود البشري قائد اللواء 45 مدفعية متوسطة. آخر المشوار وفي وسط العتمة وسط الضلمة أنا باب مفتوح، وزواج الليل هتغيبه لنهار. وقد شارك في التمهيد النيراني أثناء الحرب وقام بمعاونة أعمال قتال اللواء الثالث المدرع عند دفعه على محور متلى. لو يوم هتحس بظلم وقهر وقت الضعف كلك ده روحي توسدي صد الخوف، مش هقبل اشوف عيونك دم صعب العشر هقيد ومشم، وبكره
أحمد مصطفى محمد المغلوب من المدرعات، قائد الكتيبة 203 دبابات برتبة مقدم أثناء الحرب، شارك في معارك الدبابات أثناء حرب أكتوبر المجيدة شرق الضفر السوار بنطاق الجيش الثاني الميداني. حمدي محمد نجيب أحمد من المدفعية، قائد الكتيبة 40 مدفعية بنطاق الجيش الثالث الميداني برتبة مقدم أثناء الحرب، قاد وحدته الفرعية في التمهيد النيراني ومعاونة أعمال القتال للقوات أثناء إدارة معارك السويس. صادق في وعدي جبل وواقف على الحدود، شايل في قلبي علمك، رفع تمر لرايتك، وان حد فكر يجي جنبك مصير موت. صادق يا بلدي بحمي ارضي والاصول، صادق في وعدي جبل وواقف على الحدود، شايل في قلبي علمك، رفع تملي رايتك، وان حد فكر يجي جنبك مصير موت. وعد الحر دين عليه، ووعدك لو حد مسك
والله في سما نشيله من على وش ارضك. عظيم سلام والتحية للي بيحمي عالمك واللي يضحي بروحه ولاده يدبر كرامك. لواء بحري اركان حرب محمد صفوت احمد عطا من القوات البحرية. ضابط بالقوات البحرية برتبة عميد بحري أركان حرب أثناء حرب أكتوبر. شارك ضمن القوات البحرية في تأمين الجانب الأيسر للجيش الثاني الميداني وإسكات الأهداف البحرية المعادية. شايلك يا بلدي في قلبي مهما طال الزمان، على كف روحي تروح فداكي مهما كان. ويمين الله وشرفي لابني فيكي وعلي، وحتبقي قد الدنيا دي وهدى الاوان. شايلك يا بلدي في قلبي مهما طال الزمان، ويمين الله وشرفي لابني فيكي وعلي، وحتبقي قد الدنيا دي وهدى الاوان. وعد الحر دين علي وعودك لو حد ناسي، والله في سما لنشيله من على وش ارضك. عظيم سلام وتحيه للي بيحمي عرضك، واللي لواء طيار أركان حرب حمدي عبد الحميد عقل سالم من القوات الجوية. ضابط طيار بالسرب الجوي 69 طراز ميراج 3 برتبة رائد طيار أثناء الحرب. شارك في الضربة الجوية الأولى، كما قام بتدمير موقع محتل من قبل دبابات العدو خلال معركة الدفرسوار. ستة اكتوبر اتغير تاريخ الكون، عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون. بقيت ابطلنا موازين القوى اختلت، وجبنا الحق لبلادنا خطونا عملها قدامنا، ومنهم خدنا عمرتنا وبنورثها لولادنا. ستة اكتوبر العالم وقف مبهور، عدلنا خريطة الدنيا دي بايدينا، ويوم النصر في قلوبنا خلاص محفوظ. صور أبطالنا عايشة في كل شيء فينا، تحية لجيشنا وإرادته صمود ونصره من عدو. كتب قوة التاريخ بطولة كتبها بيد لواء مسلم محمود متولي علي من قوات الدفاع الجوي.
قائد اللواء 99 دفاع جوي برتبة عقيد أثناء حرب أكتوبر، الاشتراك بوحدتي في بناء حائط الصواريخ للدفاع الجوي لاعتراض طائرات العدو ومنعها من الاقتراب لقناة السويس لمسافة 15 كيلومتر شرقا. في 6 أكتوبر اتغير تاريخ الكون، عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون، جيت أبطلنا موازين القوى اختلت، وجبنا الحق لبلادنا وطول عملها قدامنا، ومنهم خدنا قوتنا وبنورثها لولادنا. ستة أكتوبر العالم وقف مبهور، عدلنا خريطة الدنيا دي بإيدينا، ويوم النصر في قلوبنا خلاص محفوظ، صور أبطالنا عايشة في كل شيء فينا، تحية لجيشنا وإرادته صمود ونصره من لواء يحيى عبد الحميد محمد اللقاني من قوات حرس الحدود، قائد فصيلة على الكتيب 24 مشاة برتبة ملازم أثناء الحرب، شارك في حرب أكتوبر كقائد فصيلة ضمن الفرقة 7 المشاة يسار تشكيل العملية للجيش الثالث الميداني بقطاع شرق جنوب البحيرات المرة، وأصيب أثناء العمليات يوم 17 من أكتوبر 73. طول ما أنا عايش على وش الأرض وبتنفس وفي قلب الموت لا يمكن شمسك يوم هتغيب، وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني، أنا منك طول الوقت قريب، مش عايزك تتلاقي أبدا طول ما أنا فيا الروح ومعاك هروح آخر المشوار، وفي وسط العتمة ووسط الضلمة أنا باب مفتوح، وزواج وقت الضعف كلك ده وحيطة وسد يصد الخوف، مش قادر اشوف عيونك دم صعب العشرة هقدر. رقيب اول عبد الرازق سيد مصطفى من المدرعات، للكتيبة 235 دبابات، اللواء 117 مشاة، الفرقة الثانية المشاة، شارك مع وحدتي في اعمال القتال ضمن الفرقة الثانية المشاة منتصف تشكيل العملية للجيش الثاني الميداني. Oh,
رجب إبراهيم الدمياطي من المشاة، الكتيبة 509 مشاة، اللواء 120 مشاة، شارك مع وحدتي في أعمال القتال ضمن الفرقة الثانية المشاة منتصف تشكيل العملية للجيش الثاني الميداني. جندي صموئيل مخلص رميس من المشاة، الكتيبة 12 مشاة، على اللواء 4 مشاة، شارك مع وحدتي في الموجات الأولى من العبور واقتحام النقاط الحصينة، حيث أصيب بشظايا متنوعة أثناء الاشتباك والقتال المتلاحم مع العدو. الأستاذ عبد عطية محمد عطية مباشر ضمن المراسلين العسكريين الذين كتبوا عن نصر أكتوبر 73. عيشة كل شيء فينا، تحية لجيشنا ويرامنا.